إذا قارنا وضعنا اليوم بما كنا عليه عند نهاية العام الماضي عندما كنا أمام مخاوف من حصول ركود مديد والضغوط التضخمية كانت مترسخة وعنيدة وكانت هناك خشية من بقاء الفائدة مرتفعة، حاليا هناك وضع معاكس في المملكة المتحدة، سجلت ارتدادا ومؤشر أسعار المستهلكين تراجع وبات أدنى مما عليه في أمريكا، وبنك إنجلترا سيبدأ بتخفيض الفائدة على ما يبدو هذا الصيف. إذن هذه بيئة إيجابية للأسهم وأسواق الأسهم، وهي عند مستويات مرتفعة كما هو الحال في مؤشر فوتسي. هل سيستمر الأمر أم لا؟ هناك متاعب تظل قائمة وتواجه اقتصاد المملكة المتحدة، وبنك إنجلترا قال إن النمو قوياً وهذا قد يثبط وتيرة تخفيض الفائدة، وهناك تزايد عبء الضرائب والكثير من المستهلكين يعانون من أزمة تكاليف معيشة. صحيح أن المستثمرين حالياً سعداء بأن الوضع أقل إثارة للقلق مقارنة بالعام الماضي، ولكن من السابق لأواني حتى الآن أن نقول إننا في مسار صاعد مؤكد، وبالتالي هذا الرالي قد يستقر، لكن هذا لا يعني أننا سنعود إلى المستويات السابقة المنخفضة. وهناك موسم النتائج أيضا يعني للربع الأول والتي بدأت بالفعل، هل هي مبرر كاف للأسواق لدعمه للاستمرار للارتفاع في هذه المرحلة برأيك؟ أرباح الشركات أكثر صموداً مما كان الكثير من الناس يتوقعون، والكثير من شركات فوتسي 100 تحقق غالبية أرباحها من الخارج، وبالتالي الضعف في أداء الاسترليني العام الماضي هذا يعني أن الأرباح تعززت نتيجة تراجع سعر صرف الإسترليني، والتوقعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تخفيض الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة، وبالتالي التوقعات المستقبلية تعني دولارا أقوى وإسترليني أضعف، وهذا سيدعم نمو الأرباح. بالنسبة للنظرة المباشرة لموسم الأرباح وتحديدا لشركات فوتسي 100، تبدو هذه الأرباح إيجابية وجيدة، والمستثمر سيرى ذلك على أنه علامة إضافية لشراء أسهم المملكة المتحدة في الوقت الحاضر. وحتى هذه الأسهم البريطانية كانت ربما بين الأقل استفادة بين نظيراتها الأوروبية والأمريكية في الراليات السابقة، وهي الأكثر جاذبية من حيث التقييمات، يعني أرخص من الأسهم أو أسهم عديدة أوروبية وأخرى أمريكية. هل برأيك ستستفيد في المرحلة المقبلة، خصوصا بأن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد كما ذكرت قد مر، وأيضا بنك إنجلترا يتجه لخفض الفائدة، ربما يكون خفضه قبل البنك المركزي والفدرالي؟ هذه نقطة مهمة. المستثمرون امتنعوا عن شراء أسهم المملكة المتحدة في آخر بضع سنوات، وكانت هناك مخاوف متعلقة بالبريكزيت ومن أن الكثير من الشركات قد تنقل أعمالها إلى خارج المملكة المتحدة، ولكن ذلك لم يحصل بحسب المخاوف البدائية، وهناك علامات على نمو قوي مجددا في المملكة المتحدة، وانخفاض تقييمات أسهم المملكة المتحدة يجب أن يكون مفيدا ويدعم مؤشرات المملكة المتحدة في المستقبل، وخاصة أن المستثمرين سيرون بيئة وسياسات داعمة للنمو من بنك إنجلترا، وهي ستدعم أرباح وأسعار هذه الأسهم. وفي المستقبل أسهم المملكة المتحدة سترى تزايدا في الاهتمام فيها من المستثمرين الأجانب، وهي أخيرا ربما الناس تستفيد من هذا التراجع في قيمتها مقارنة بقيم الأسهم الخارجية. ماذا عن أسهم القيمة في أوروبا؟ هل ستستطيع اللحاق بما فاتها العام الماضي؟ الوضع في أوروبا مشابه للوضع في المملكة المتحدة، وإن كانت النظرة المستقبلية لنمو أسوأ نوعا ما، فالمركز الأوروبي ربما أقرب إلى
تخفيض الفائدة مقارنة ببنك إنجلترا. وهناك بيئة داعمة للنمو نوعا ما، لكن المشكلة في الاقتصاد الأوروبي أن ألمانيا وهي المحفز الأكبر للنمو هناك تعاني معاناة سيئة بسبب التدهور في الوضع الاقتصادي العالمي، وما لم تتحسن ألمانيا فإن النظرة المستقبلية في أوروبا ستكون أقل وردية مقارنة بالمملكة المتحدة. وإذا التزم المركز الأوروبي بتخفيض الفائدة كما تتوقع الأسواق، سنرى صعودا في الأسهم الأوروبية ساعتها أيضا. من لندن، ستيوارت كول، كبير الاقتصاديين في أكويتي كابيتال، شكرا جزيلا لك.